للمرة السابعة عشر تقف أمهات المختطفين والمخفيين قصرا في عدن أمام أبواب الجهات المعنية وبيوت مسؤوليها، وللأسف لا جديد غير التسويف والتجاهل. معاناة مستمرة تتضاعف بفعل اللامبالاة بمعاناتهن، ويزداد الوجع بإنكار بعض المسؤولين أصلا وجود سجون ما يجعل مصير أولادهن وذويهن في عهدة المجهول. هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، وليتها تكون كذلك في ظل تنصل وزير الداخلية عن ما التزم به في لقائه قبل أيام بأمهات المختطفين بالكشف عن مصير المحتجزين في السجون والنظر بجدية في مسألة إطلاقهم، بل ومحاسبة المتسببين بالإخفاء والتعذيب. فاقد الوجع حتما لن يدرك حجم المعاناة. 3000 مختطف ومعتقل ابتلعتهم السجون والمعتقلات السرية، والمجتمع الدولي لا يبدو آبها لحياتهم. أخرجوا المخفيين والمعتقلين. يعيشون معاناة مزدوجة بين سجون خارج إطار القانون تحت سطوة سجانين وجلادين خارج إطار الإنسانية، وبين جهات معنية لا يمثلون لها أولوية. هل يسمع الوزير الميسري هذه المناشدات؟ وهل يشعر بوجع هذه الأم النائحة أمام باب منزله؟ أملاً في رؤية ولدها المغيب خلف سجون تزعم وزارته مسؤوليتها عنها.